بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هون خلينا نكمل في بارت 2 ونخلص السؤال الثاني والثالث ان شاء الله. هون بحكي لي بالسؤال الثاني: A medical student was asked to check the blood pressure. فهون بقول لي هذا الميديكال ستودنت بده يفحص البلد بريشر. ما هذا عبارة عن سكرينينج تيست، معناها هون ما بنحكي عن دايجنوستيك تيست، ما بنحكي عن جولد ستاندرد. اذا هون بنحكي قاعدين عن سكرينينج تيست. ليش؟ لانه بنحكي عن ميديكال ستودنت وبده يعمل تشيك للبلد بريشر. لمين؟ ل 800 فاكتوري وركرز. فزي ما حكينا بحط اول شيء وبدي اكون الجدول تاعي. اذا اول شيء دائما شو بدي اعمل؟ بدي اعمل الجدول تاعي. فاول شيء بقول الجولد ستاندرد عندي، وايش عندي كمان؟ بحط هون وبنزل الخط هذا، وعندي السكرينينج، وعندي السكرينينج مزبوط. طيب بدي قلنا نعمل ثلاث خانات وبنزل واحدة عشان البوزيتيف والنيجاتيف. هون نفس الاشي، هاي واحدة، هاي ثنتين، هاي ثلاث. اذا هون قاعدين نحكي عن بوزيتيف في الجولد ستاندرد، هون نيجاتيف في الجولد ستاندرد، وهون التوتال، هون التوتال تاع الجولد ستاندر. هون بحكي لي عن بوزيتيف في السكرينينج تيست، وهون نيجاتيف في السكرينينج تيست، وهون التوتال. تمام. هون برضو قلنا هون بالضبط، هون راح ناخذ مجموع كل شيء اللي هو عدد المتقدمين للفحص، اللي هم هون قديش قلنا 800 واحد. اذا هون قد شو راح يكون هون؟ اذا هون اول شغله بقدر اعبيها في هاي الخانه اللي هي 800. زي ما حكينا هون مدام طلعت بوزيتيف في الجولد ستاندر وطلعت بوزيتيف في السكرينينج تيست، معناها الاثنين طلعوها بوزيتيف، معناها هاي بنسميها ترو بوزيتيف، يعني السكرينينج تيست طلع بوزيتيف وطلعوا فعلا بوزيتيف. طيب هون السكرينينج تيست طلع نيجاتيف، ولكن هم في الجولد ستاندر اللي هو الاشي الصحيح طلعوا بوزيتيف، فالسكرينينج تيست طلعهم نيجاتيف وهم بوزيتيف، معناها فولس نيجاتيف، يعني انت طلعت نيجاتيف ولكن هم مش نيجاتيف، هم بوزيتيف. طيب هون السكرينينج تيست طلع، هون السكرينينج تيست طلع بوزيتيف ولكن في الجولد ستاندر طالعين نيجاتيف، في الجولد ستاندر طالعين نيجاتيف. اذا السكرينينج تيست مطلعهم بوزيتيف والجولد ستاندر مطلعهم نيجاتيف، يعني هم ما معهم المرض لانه الجولد ستاندر هو الصح، ولكن السكرينينج تيست قال لهم انتم معكم المرض، فمعناها فولز بوزيتيف، انه قال لهم معكم مرض وهم ما معهم مرض. طيب هون السكرينينج تيست اعطاني، هون السكرينينج تيست اعطاني نيجاتيف والجولد ستاندر اعطاني نيجاتيف، يعني السكرينينج تيست قال لهم انتم ما معكم مرض والجولد ستاندر اكد انه ما معهم مرض، معناها بنسميها ترو نيجاتيف، يعني فعليا طلع ما معهم مرض. فهاي اول شغله خلصناها وجهزنا جدولنا. خلينا نكمل بعد ما عرفنا انه 800 هو التوتال. It is known that 75 of workers are hypertensive. اذا عندنا 75% من العمال من هذول ال 800 اللي بفحصهم قاعد طالب الميديكال ستودنت اللي هم طلعوا معهم هايبرتنسيف. اذا ال 75% هذول حسب الجولد ستاندرد، هي اتس نون ذات، يعني هون اعطاك قالوا معهم هايبرتنسيف خاوه، فمعناها ايش؟ نحكي عن جولد ستاندرد. فلما نحكي عن جولد ستاندرد بنحكي عن 75%، اذا هذول التوتال تعون مين؟ تعون الجولد ستاندرد. طيب وين البوزيتيف اللي في الجولد ستاندرد؟ مش حكينا هذا العمود العام اللي هو الخط العمودي هذا هو البوزيتيف في الجولد ستاندرد، اللي هو الخانه هاي والخانه هاي، اثنين بوزيتيف في الجولد ستاندرد بغض النظر على السكرينينج تيست. فهذا التوتال اللي هون راح يكون قديش؟ راح يكون 75، راح يكون 75. خلينا نغير اللون. هذا التوتال هون راح يكون 75، راح يكون كم؟ يكون 75. اذا زي ما حكينا اتس نون ذات 75 اوف وركرز هايبرتنسيف، اذا مجموع اللي هم البوزيتيف حسب الجولد ستاندرد 75. طيب ذا ستودنت واز ايبل تو ايدنتيفاي 75% اوف ذا هايبرتنسيف اللي هم ايش؟ يعني قدر هذول من هذول ال 75 اللي حكينا عنهم قدر يحكم على 75% انهم معهم هايبرتنشن، يعني قال 75% كان تقييمه لهم صح. اذا كان تقييمه لهم ايش؟ كان تقييمه لهم صح. طيب معناها 75% من ال 75% تاعونا قديش؟ 75% كيف نحسبها؟ بنقول بضرب 75 ضرب 75 على 100، 75 ضرب 75 تقسيم 100، وبنحكي قاعدين عن 56.25. اذا هون نحكي هون اللي هو ان الترو بوزيتيف اللي هو طلعهم بوزيتيف وهم فعلا بوزيتيف 75% من ال 75 اللي هم 75
ضرب 75 على 100 وتساوي 56.25 وتساوي 56.25 يعني منقول تقريبا 56 واحد. مش هقول في كسور، مش هقول 25 يعني ربع بني آدم، فبنحكي عن 56 واحد هو عبارة عن true positive. إذن هو الجولد ستاندرد طلعهم positive، قال هذول positive، والسكرين تيست طلع معه صح إنه هذول positive. طيب مدام المجموع 75 وهذا 56، معناها قديش الفولس نيجاتيف، قديش حدا قال له السكرين تيست انت ما معك مرض ولكن هو فعلا معه هايبرتنشن حسب الجولد ستاندرد. بقول 75 ايش ناقص قديش اللي هو الترو بوزيتيف، اذا 75 ناقص 56 بيطلع 19. اذا هون عندنا 19 واحد الجولد السكرين تيست قال لهم انتم نيجاتيف ولكن هم بوزيتيف. اولسو labeled 14% of the normotensive as hypertensive. إذن 14% من اللي معهم مش hypertension، إذن شخصهم hypertension. طب كم واحد ما هوش hypertension؟ حكينا إحنا عملنا فحص ل 800، 75% معهم hypertension. إذا قديش واحد ما هوش hypertension؟ بقول 800 ناقص 75 وتساوي 725. هذول مجموع كم؟ هذول المجموع اللي معهم مش هايبرتنشن حسب الجولد ستاندر، معناها ايش؟ نيجاتيف حسب مين؟ حسب الجولد ستاندر. اذا هذا العمود الافقي النيجاتيف تاع الجولد ستاندر، لازم يطلع المجموع هون قديش؟ 725. طيب هون قال لي 14% من اللي هم، بقول لي 14% من ال 725 قال لهم انتم معكم مرض ولكن هم معهم مش المرض، فبقول 14%. اذا بنحكي قاعد قال لهم انتم معكم وانتم معكوش، معناها فولس بوزيتيف، قال لهم معكم هم معهمش. كم نسبتهم؟ 14% من كم؟ من 725 باخذ 14 على 100. قديش بتصفي عندي؟ قديش بيطلع الجواب؟ بقول له 725 ضرب 14 تقسيم 100 ويساوي 101.5، يعني 102 شخص تقريبا معهمش مرض، قال لهم انتم معكم مرض. اذا فولس بوزيتيف، قال لهم بوزيتيف وهم اصلا نيجاتيف 102 شخص. اذا الترو نيجاتيف اللي هو السكريننج تيست او الدكتور هذا الميديكال ستودنت قال لهم انتم معكوش ديزيز وطلع فعلا معهمش ديزيز، اللي هم قديش؟ اللي هم 725 ناقص اللي هم مين؟ ناقص 102. اذا 725 ناقص 102 قد بنحكي عن 623. 623 هون بنبلش نجمع هون وهون، هون بنقول نجمع العمود هذا بنقول 102 زائد 56 بنحكي عن 158. تمام، هون بنجمع على تحته بنقول 623 زائد 19 قد بنحكي عن 642. 642 هيك بكون خلصنا الجدول وخلصنا السؤال، نشوف شو بده الحل. prepare to اي بقول الجهة اعمل جدول، عملنا جدول. how valid، اذا valid قاعدين نحكي عن sensitivity وبنحكي عن specificity. the results of the medical student بنقول مباشره بده الفاليديتي مباشره، بنقول sensitivity شو تساوي؟ حكينا sensitivity قديش انا عندي او قديش قدرت اطلع اشخاص بوزيتيف من اللي هم الاشخاص ال بوزيتيف، إذا قديش أنا قدرت أطلع أشخاص بوزيتيف من اللي هم فعلياً بوزيتيف. إذا الترو بوزيتيف اللي أنا طلعتهم بوزيتيف بالسكرينينج تيست على الترو بوزيتيف زائد الفولس إيش؟ نيجاتيف، لأنه الفولس نيجاتيف هم عبارة عن بوزيتيف ولكن أنا طلعتهم نيجاتيف، فهم فعلياً أنا قديش بقدر أطلع أشخاص، أنا قديش طلعت أشخاص بوزيتيف أو قديش قلت قدرت أحكم على هذا الشخص إنه بوزيتيف من مجموع البوزيتيف كامل. فبحكي قاعد عن 56 تقسيم، إذا 56 على 56 طبعاً ضرب 100% هون، 56 زائد الفولس نيجاتيف اللي هي 19 اللي حسبناها قلنا 75، إذا هي عبارة ضرب 100%، إذا هي عبارة عن 56 تقسيم 75، إذا 56 تقسيم 75 ضرب 100 اللي هي بدها تطلع تقريبا نسبة 74 75%. إذا 75% sensitivity test، إذا أنا قدرت أشخص المرض من البوزيتيف كلهم ب 75% من الناس، قدرت أحكم إنهم بوزيتيف من كل البوزيتيف. إذا أنا حكمت على بوزيتيف من 75، إذا قلت إنه 75% هذول البوزيتيف كاملين قدرت أطلع منهم 75% صح.
طيب السبيسيفيسيتي قديش قدرت استثني المرض، قديش قدرت اطلع الناس اللي مش معهم مرض، معناها اللي مش معهم مرض اللي هم الترو نيجاتيف اللي انا طلعتهم على الترو نيجاتيف زائد الفولس بوزيتيف. فولس بوزيتيف يعني قلنا ايش، هم نيجاتيف ولكن انا طلعتهم بوزيتيف، فمجموع اللي معهم مش مرض في المقام كامل حسب الجولد ستاندر على اللي هو اللي انا قدرت احكم انهم معهم مش مرض بشكل صحيح. اذا الترو نيجاتيف قديش قلنا، الترو نيجاتيف 623 على مجموع الترو نيجاتيف زائد الفولس بوزيتيف اللي هو 725. طبعا دائما نحط ضرب 100%، ضرب 100%، وبنحكي قديش بيساوي، بنحكي عن 623 تقسيم 725، نحكي تقريبا 86%. اذا هون لو اسألني انو احسن، هذا الطالب باستبعاد المرض ولا بتشخيص المرض، بقول لك باستبعاد المرض، لانه السبيسيفيسيتي طلعت عالية اعلى من السنسيتيفيتي. طيب What is the prevalence of hypertension in these workers according to the results of the medical student؟ فهون بده بقول لي شو اللي بحدد لي the prevalence؟ إذن كيف بدي أحدد the prevalence؟ إذن هو بقول لي What is the prevalence of hypertension in these workers according to the result of the medical student؟ فهون عشان أحسب the prevalence، وزي ما حكينا the prevalence دائما تتأثر في مين؟ في البوزيتيف برسبكتيف فاليو والنيجاتيف برسبكتيف فاليو، لو حكينا عن هون بريدكتيف فاليو. اذا بنحكي عن بوزيتيف بريدكتيف فاليو وبنحكي عن نيجاتيف بريدكتيف فاليو، مينلي نحكي عن بوزيتيف بريدكتيف فاليو عشان نعرف البريفالنس عالي ولا لا. فبنقول بوزيتيف بريدكتيف فاليو شو حكينا، حكينا هو عباره عن الترو بوزيتيف، قلنا بحط كل شيء بوزيتيف، ترو بوزيتيف على ترو، كل شيء مكتوب بوزيتيف على ترو بوزيتيف زائد ايش مكتوب برضه بجدول بوزيتيف اللي هي الفولز بوزيتيف. طبعا هاي مش بوزيتيف، هاي نيجاتيف، ولكن انا بحكي المكتوب بوزيتيف. فهون يعني قديش من الاشخاص اللي السكرينينج تيست حكى انهم بوزيتيف هم فعلا طلعوا بوزيتيف. السكرينينج تيست حكى لي عندي سين من الناس بوزيتيف، قديش من هذول السين طلعوا فعلا بوزيتيف؟ فبقول الترو بوزيتيف اللي هم قديش قلنا، اللي هم عددهم 56 تقسيم اللي هم ترو بوزيتيف زائد الفولز بوزيتيف اللي هم 158 ضرب 100%. إذا هاي بنطلعها عن طريق الآلة الحاسبة، بنقول 56 تقسيم 158 اللي هو بنحكي قاعدين ضرب 100% وتساوي 35%. إذا عندنا البوزيتيف بريدكتيف فاليو 35%، إذا البريفالنس مش عالي، البريفالنس واطي، البريفالنس ماله؟ البريفالنس واطي. طيب لو طلب مني احسب، اذا احنا حسبنا السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي، لو طلب مني احسب الفولس نيجاتيف ريت، الفولس نيجاتيف ريت بقول له مباشره سهل، الفولس نيجاتيف ريت هي من وين طلعناها؟ هي من وين موجوده؟ موجوده بالسنسيتيفيتي. اذا بمسك الفولس نيجاتيف ريت بقول 100 ناقص 100 اللي فيها بالمعادلتها الفولس نيجاتيف اللي هي السنسيتيفيتي. اذا 100 ناقص السنسيتيفيتي وتساوي 100 ناقص قديش السنسيتيفيتي؟ 75. اذا 25% فولس نيجاتيف ريت. اذا عندي الفولس نيجاتيف اللي هم بوزيتيف ولكن انا حكيت عنهم نيجاتيف 25% من تشخيصي. طيب الفولس بوزيتيف بقول وين الفولس بوزيتيف موجود؟ باي معادله؟ بتاعه السبيسيفيسيتي. اذا بقول 100 ناقص السبيسيفيسيتي وتساوي قديش؟ وتساوي وين السبيسيفيسيتي؟ قلنا 86، 100 ناقص 86 نحكي عن 14%. طب هل ممكن احسبهم بطريقه ثانيه؟ نعم بحسبهم بطريقه ثانيه، بقول الفولس نيجاتيف ريت تساوي الفولس نيجاتيف على الفولس نيجاتيف زائد الايش؟ زائد الترو بوزيتيف. طب هسه بيجي بقول لي كيف؟ بقول لك احنا حكينا الفولس نيجاتيف هم ناس بوزيتيف، فانا بدي احط المقام تاعي بده يكون على البوزيتيف. فعندي الفولس نيجاتيف هم عباره عن بوزيتيف اصلا حسب الجولد ستاندر، والترو بوزيتيف هم بوزيتيف حسب الجولد ستاندر. فانا فعليا هذا كله بحكي عن بوزيتيف، ولكن مش يغرك كلمه نيجاتيف، فولس نيجاتيف هم عباره عن بوزيتيف حسب الجولد ستاندر، عشان هيك حاطين هيك. طيب الفولس بوزيتيف ريت برضه نفس الشيء، بقول تساوي الفولس بوزيتيف على الفولس بوزيتيف زائد مين؟ زائد الترو مين؟ نيجاتيف. ليش؟ لانه الفولس بوزيتيف هم عباره عن نيجاتيف حسب الجولد ستاندر، هذول نيجاتيف وهذول نيجاتيف حسب الجولد ستاندر. بس هاي الفكره، هيك نكون خلصنا السؤال الثاني، نروح السؤال الثالث على السريع.
We're going to assess the ability of the school doctors. هون نحكي عن طبيب للمدرسة to identify children with visual problems. إذا children معه visual problems يطلعهم من اللي هم من المدرسة. معنا بنحكي عن إيش screening test. بنحكي عن screening test by visual examination. هاي examination قلنا إيش معنا screening test compared to ophthalmologist اللي هم الدكتور ophthalmologist دكتور اللي هم أطباء العيون. إذا هذول هم diagnostic test visual examination. بقول لي out of 1000 pupils اذا عندنا بنحكي عن 1000 فمباشره بعمل جدول مباشره بعمل جدول بقول جولد ستاندرد هون مباشره بقول سكرينينج مباشره هيك صح ولا لا بنحط هون واحده هيك فبنقول هون مباشره بوزيتيف في الجولد ستاندرد نيجاتيف بالجولد ستاندرد توتال هون بقول positive بالسكرينينج تيست negative بالسكرينينج تيست التوتال وهون بقول هون بالضبط مجموع كل الناس اللي هم كم بالتيست هذا مجموعهم 1000 اذا بحط هون قديش 1000 طيب نبلش نحل فبقول لي 1000 pupils اذا 1000 طالب زي ما حكينا involved in the study طيب اللي هو السكول دكتور اللي هو السكرينينج تيست was able to identify 240 pupils with visual problems out of 300 pupils diagnosed by ophthalmologist doctor اذا الجولد ستاندرد قديش اعطاني قال لي عندي 300 pupils هي اللي هم شخصوا 300 حسب الجولد ستاندرد هم مصابين بمشاكل في العينين اذا قديش طلع لي الجولد ستاندرد 300 طيب دكتور العيون قديش طلع لي 240 من هذول ال 300 قال لهم انتوا معكم مرض اذا هذا شو مسميه السكرينينج تيست اذا 240 طلعهم انهم معهم مرض من ال 300 وطلعهم صح من هذول ال 300 اذا حكينا 240 من ال 300 اللي هم كلهم مصابين معناها هاي بنسميها الترو بوزيتيف اذا هون بنحكي ترو بوزيتيف بنحكي فولس بوزيتيف خلص حفظناهن اذا هون بنحكي ترو نيجاتيف فولس نيجاتيف اذا هون 240 هم عبارة عن الأشخاص اللي قال لهم في السكرينينج تيست انتوا معكم هم فعلا معهم حسب الجولد ستاندرد طيب حكينا المجموع تاع الجولد ستاندرد قديش قلنا 300 صح ولا لا حكينا 300 واحد الجولد ستاندرد قال لهم انتوا معكم مشاكل في العين طيب السكرينينج تيست طلع 240 من 300 قديش صفى الفولس نيجاتيف اللي هم ما قدر يطلعوا السكرينينج تيست قال لهم انتوا نيجاتيف ولكن هم بوزيتيف صفى 60 واحد قال لهم انتوا نيجاتيف ولكن هم بوزيتيف هون حكينا المجموع 1000 هون 300 معناه هون قديش بيكون بيكون لنا 700 تمام طيب اذا فيش حكينا 300 دايجنوست اوفثالمولوجيست دكتور حكينا شخص طيب بعدين بقول لي ان ذا ستودنت اذا ستودنت دكتور سكول دكتورز اللي هو الدكتور المدرسه واللي هو السكرينينج تيست بنحكي وير ايبل تو اكسكلود فيجوال بروبلمز ان 600 اوت اوف 700 ليبلد از نورمال vision by ophthalmologist doctor ف 700 واحد حسب الجولد ستاندرد هي الاوفثالمولوجيست دكتور حكوا لهم انتم معكوش مرض اذا التوتال هيو زي ما حكينا ولا حسبناها من هون اصلا قبل ما نشوف التوتال 700 طيب اذا هو قديش طلع واحد صح من هذول 700 طلع 600 اكسكلود فيجوال 600 من 700 طلعهم صح اذا الترو نيجاتيف عباره عن 600 واحد طلعهم صح معناها الفولس بوزيتيف اللي قال لهم انتم معكم المرض هم معهم مش مرض قديش عددهم بيكون 100 لو 100 زائد 600 يعطينا 700 اذا هون بنحكي عن 340 هون بنحكي عن 660 وهيك بكون خلصت الجدول وببلش احل بده الفاليديتي معناها بده السنسيتيفيتي وبده ايش بده السبيسيفيسيتي فمباشره بقول السنسيتيفيتي شو تساوي قلنا بنحكي عن بوزيتيف بنحكي عن ترو بوزيتيف على الترو بوزيتيف زائد ايش زائد الفولس نيجاتيف زائد الفولس نيجاتيف اذا ترو بوزيتيف على الترو بوزيتيف زائد الفولس نيجاتيف اذا هاي مين هاي السنسيتيفيتي ليش هيك لانه زي ما حكينا الترو بوزيتيف على الترو بوزيتيف زائد الفولس نيجاتيف اللي هم عباره عن بوزيتيف بحسب الجولد ستاندرد هم عباره عن بوزيتيف حسب الجولد ستاندرد فبنقول هون ترو بوزيتيف على ترو بوزيتيف بنقول اللي هي 200 40 على طبعا ضرب 100% 240 على 300 وضرب 100 وبنطلع الجواب نفس الشيء specificity بنقول اللي هو ال
الترو نيجاتيف على الترو نيجاتيف زائد الفولز بوزيتيف زائد الفولز بوزيتيف وتساوي 100 على 600 600 على 700 600 هنضرب 100 ب 100 طبعا 600 على 700 ضرب 100 بالمية وبنطلع الجواب. هيكون خلصت أول مرحلة. مس كلاسيفيكيشن قلنا كل الأخطاء، فبنقول هون المس كلاسيفيكيشن قلنا كل شيء خطأ، يعني يساوي الفولس بوزيتيف زائد الفولس نيجاتيف على أول على كل شيء. يعني فولس بوزيتيف قديش قلنا اللي هم 100 زائد 100، هاي فولس بوزيتيف 100 زائد الفولس نيجاتيف 60 160 على قديش على 1000، اضرب ب 100% وخلصت. الاجريمنت ريت اللي هو الريتابيليتي اللي هي القابليه الاعاده، الريبيتابيليتي، فبنقول هون بنقول تساوي كل البوزيتيف، فبنقول ترو بوزيتيف زائد فولس زائد ترو سوري ترو بوزيتيف زائد فولس بوزيتيف على سوري ترو بوزيتيف على الترو نيجاتيف اللي هم كل الصح، ترو ترو هون فولس فولس، اذا ترو بوزيتيف على ترو بوزيتيف زائد على الاول، اذا زائد اذا ترو بوزيتيف زائد ترو نيجاتيف على الاول وتساوي اللي هو 240 زائد ترو بوزيتيف على الترو نيجاتيف زائد ترو نيجاتيف، اذا 600 زائد 240 نحكي عن 840 على 1000، وبضرب في 100% وخلصت.